السلام عليكم. توقيت مباراة المنتخب العماني والمنتخب الأسترالي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات المجانية الناقلة للمباراة. يحتل منتخب أستراليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 14 نقطة، أما منتخب عمان فيحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويستقبل المنتخب العماني المنتخب الأسترالي في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم آسيا اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر في الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق، 8 مساء بتوقيت عمان. وأبرز القنوات المجانية الناقلة لهذه المباراة هي قناة سي سي سبورت 16 تي بتعليق مشاري القرني.